قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وأما الذي ينقض الإيمان ينقص الإيمان ولا ينقضه فمنه محبة الكافر من أجل معصية، ليس لأنه كافر ولا يحبه من جهة كفره، ولكنه يحب كافرا من أجل معصية يفعلها هو يحبها. مثال ذلك محبة المطربين المغنين من الكفار، فيحب هذا الكافر من غير نظر إلى دينه، وإنما لمعصية. هذا يحدث الآن كثيرا من الشباب، يحب المطرب الفلاني أو المطربة الفلانية، تجد بعض شباب المسلمين يقول أنا أحب مايكل جاكسون، وهم كفار ولكنهم لا ينظرون إلى دين، بل ربما لا يعرفون دينهم، ولكن يحبونهم من أجل الغناء والرقص، وهذه معصية لو صدرت من مسلم أصلا معصية. فهذا الحب حرام وينقص الإيمان، هذا الحب حرام باتفاق العلماء لأمرين: الأمر الأول لأنه حب لكافر، والأمر الثاني لأنه حب من أجل معصية، وهذا الحب لا يجوز لو كان لمؤمن، من أجل هذه المعصية ما يجوز. مطرب سعودي، مغني سعودي، قل أنا أحبه لأنه مطرب، نقول حرام، ما يجوز أن تحبه لهذا، ما يجوز أن تحبه من أجل المعصية.